هاتف الـ S22 Ultra، ملك هواتف الأندرويد، ملك هواتف سامسونج، النسخة العراقية مع باكج الهدايا الجديدة الخاصة بها، استعراض سريع لنسخة اللون الأخضر الجرين، ونتعرف سوية على آخر العروض للهاتف والهدايا الجديدة اللي تجي وياه. أنا أحمد العلي، أرحب بكم بمراجعة واستعراض جديد من سامسونج. السلام عليكم ورحمة الله، هلا والله شباب، إن شاء الله الكل بخير وسلامة. هاتف الـ S22 Ultra بعد أكثر من 4 أشهر على إطلاقه، وأخيراً صار وقت التغيير والعروض الجديدة على الهاتف. الهاتف نزل بسعر الـ $1149 وما زال إلى الآن كذلك بنفس السعر، لكن الشيء الجديد الآن هو باكج الهدايا. على مدى الأشهر السابقة ومن يوم الإطلاق للهاتف كان يجي بالعراق مع هدية واحدة واللي هي السماعات البادز من سامسونج طبعا، بالإضافة إلى بطاقة الكير بلس واللي هي تكنيكلي مو هدية أكثر مما هي عبارة عن ضمان لتبديل الشاشة فيما لو انكسرت بسعر رمزي حوالي $50 من الشركة. أما الآن فبالإضافة لبطاقة الكير بلس من سامسونج صار عرض جديد وتغيرت الهدايا واللي هو الباكج اللي تشوفوه أمامكم، وحنتعرف على كل المحتويات مع بعض. باكج الهدايا مثل ما هو واضح صار حاليا السمارت كلير فيو كفر، حافظة ذكية للهاتف بالإضافة إلى شاحن مزدوج ثنائي للسيارة، وأيضا كيبل للشحن من نوع التايب سي، وكل هذه المنتجات أصلية أوريجينال مباشرة من سامسونج. خلونا نبلش أولا مع الهاتف ملك الساحة بلا منازع، واللون الأخضر هو أكثر لون حبيته الصراحة. الجميل مع هاتف الـ S22 Ultra أنه كل النسخ حاليا تجي لمناطقنا العربية مع معالج السناب دراجون 8 Gen 1 رسميا طبعا، بدل معالج الإكسينوس واللي كان مقرر أن يكون هو الرسمي للمناطق العربية، وكان أي شخص يشتري الهاتف مع معالج سناب دراجون يكون غير مشمول بالضمان بالمناطق العربية. النسخة أيضا تجي مع مساحة تخزين داخلي 256 جيجا بايت و 12 جيجا بايت رام. هذا هو الهاتف بلونه المميز وشكله الأنيق. تعبت هواية سامسونج على هذا الهاتف النوت الجديد واللي هو أول هاتف من سلسلة الأس اللي يجي رسميا مع قلم الأس بن مدمج مع نفس الهاتف. نلاحظ من الأسفل مكان الأس بن ومكان السيم كارد ومنفذ الشحن التايب سي طبعا، بالإضافة إلى السماعات. من الجانب يجي مع مفاتيح الصوت ومفتاح البيكسبي واللي ممكن تخصيصه لأي تطبيق حسب راحة المستخدم. ومن الخلف نلاحظ العدسات العملاقة للهاتف المتخصص بالتصوير. هنا عندنا 4 كاميرات احترافية، الكاميرا الرئيسية بعدسة 108 ميجا بكسل الوايد أنجل كاميرا، بالإضافة إلى عدسة 12 ميجا بكسل ألترا وايد كاميرا، وعدسة 10 ميجا بكسل تليفوتو كاميرا مع 3X أوبتيكال زوم، والعدسة الرابعة والأخيرة أيضا 10 ميجا بكسل تليفوتو كاميرا مع 10X ديجيتال زوم. طبعا الزوم الرقمي للهاتف يوصل لل 100X. الكاميرا الأمامية أو السيلفي تجي بقدرة 40 ميجا بكسل. والهاتف يجي بحجم 6.8 إنش لشاشة العرض الديسبلاي من نوع الكواد HD بلس، وبطارية عملاقة بقدرة 5000 ملي أمبير مع قدرة الشحن السريع بال 45 واط. أيضا الشيء اللي يميز القلم هنا هو الأسرع بالعالم مع قدرة تأخير أو ليتنسي فقط 9 ملي سكند، الشيء اللي يخلي تجربة الكتابة على الهاتف وكأنما على ورق طبيعي. أكيد الناس اللي استخدموا القلم والمدمنين على الكتابة يعرفون كل الزين الشيء اللي أتكلم عنه هنا. العلبة مثل ما تعرفون صارت جدا صغيرة، حيث كل اللي يجي بالعلبة هو الهاتف بالإضافة إلى كابل للشحن من نوع التايب سي طبعا، وكتيب الإرشادات بالإضافة إلى السيم انجكتر تول اللي نستخدمها لإضافة السيم كارد للهاتف أو استخراجها. فما موجود الشاحن ولا السماعات السلكية، الله يسامح أبل على هذا القرار اللي أثر على كل الشركات من حول العالم. بالنسبة للسيت اب الأساسي للهاتف جدا سهل، مجرد أن تشغل الهاتف وتختار اللغة أو المنطقة سواء الإنجليزية أو العربية أو حسب منطقة المستخدم، ومباشرة تمنح الموافقات للهاتف. الآن بصورة سريعة حنسوي سيت اب بدون عملية نقل ملفات من الهاتف القديم للجديد، واللي الطريقة سبق وشرحناها بالتفصيل كيفية نقل كل ملفاتك من هاتفك القديم لهاتف السامسونج الجديد عن طريق تطبيق سامسونج الرسمي السمارت سويتش. فهذا هو الفون بالواجهة الرئيسية، الشاشة خرافية بمعنى الكلمة، والأشخاص اللي يعتادون على شاشات هواتف سامسونج صعب جدا يغيرون لبقية الشركات لأن الروعة والترتيب هنا مع سامسونج،
حتى مع الواجهة الخاصة بسامسونج الون يو اي اللي يعتبرها واحدة من أفضل الواجهات للنظام بالعالم. طيب بالنسبة لباكج الهدايا وبداية مع السمارت كلير فيو كفر، الحافظة الذكية للهاتف واللي يجي بالبوكس الحافظة مع كتيب الإرشادات. الحافظة طبعا باللون الأسود وجدا لطيفة ومصنعة بجودة عالية جدا مثل ما تعودنا من الحافظات اللي تجي من شركة سامسونج. خلونا نجربها على الهاتف، والجميل هنا بمجرد غلقها على الهاتف تظهر إشعار الوقت والتاريخ بالجزء الأعلى من الهاتف بصورة ذكية ومباشرة، وهنا طبعا حتظهر كل الإشعارات اللي توصل للهاتف بدون الحاجة لفتح الهاتف، ولهذا يسموها للحافظة بالذكية السمارت. بالنسبة للهدية الثانية فهي الكار تشارج دو، شاحن ثنائي للسيارة واللي يدعم شحن جهازين بنفس الوقت وبقدرة شحن 25 واط والجهاز الآخر بقدرة 15 واط. مثل ما تشوفون هذا هو الشاحن، مباشرة تخليه بالسيارة وتركب كابل الشحن وخلاص. أما الهدية الثالثة والأخيرة فهي USB كابل، كابل شحن USB-C to USB-C بطول 1.8 متر، يعني مترين إلا شوية، وهذا هو الكابل. وطبعا كل هذه المنتجات مثل ما ذكرت مصنوعة من شركة سامسونج. هاتف S22 Ultra مثل ما ذكرت يعتبر أيقونة التصوير، فالأشخاص اللي يحبون التصوير هذا الجهاز هو خيارهم الأول حاليا. طبعا التصوير بالكاميرا جدا غني بالتفاصيل ودقة الأجسام الملتقطة، وإن شاء الله حنسوي كثير من التجارب على كاميرته بالمستقبل. كذلك إن شاء الله راح أحاول أقدم لكم أكثر مقارنة سألت عنها بالأيام السابقة، واللي هي مقارنة هذا الهاتف مع هاتف النوت 10 بلس نظرا للتقارب الشديد بكثير من المواصفات التقنية بين الهاتفين مثل ما راح تشوفون بالمقارنة. وراح نقدم لكم أيضا أفضل طريقة للاستفادة من الهاتف بمنظومة الديكس ستيشن والأكسسوريز اللي تحتاجوها اللي حتخلي تجربتكم متكاملة من كافة النواحي. حاليا الأشخاص اللي يحبون يستفادون من باكج الهدايا الجديد تقدرون تطلبونه للهاتف سواء أونلاين أو مباشرة من أحد وكلاء سامسونج المعتمدين المنتشرين بالبلاد. الهاتف صار لفترة من نزل وكثير من الأشخاص جربوا للهاتف، فأتمنى من الجميع المشاركة بتجاربهم ويانا مع المتابعين حتى تعم الفائدة للجميع. سمعوني آراءكم شنو الأمور الإيجابية والسلبية إذا كانت موجودة بهذا الهاتف، تركوا بالتعليقات أفكاركم وتجاربكم. هذا كان كل شيء ويانا بفيديو اليوم، كان وياكم أخوكم أحمد العلي، نلتقي إن شاء الله وياكم بالفيديوهات القادمة مع شروحات ومراجعات جديدة، وإن شاء الله قريبا نكون بتغطية كاملة ومستمرة لحدث إطلاق هواتف الفولد 4 من سامسونج، وإن شاء الله تكون جاية مع باكج من الهدايا الجيدة ويكون سعرها أقل من السابق مثل ما وعدتنا سامسونج. ننتظر ونشوف، فخليكم ويانا على الموعد. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.